مع الارتفاع الجنوني والمتزايد لأسعار السيارات الجديدة في الجزائر بسبب تجميد الاستيراد منذ 5 سنوات وغلق مصانع التركيب وتعثر منح رخص الاستيراد لوكلاء السيارات. تبقى شيريك يوكيو 2022 أرخص سيارة في السوق الجزائرية. وفي هذا الإطار عرض سمسار بيع سيارة شيريك يوكيو 2022 على موقع واد كنيس مع تسليم فوري بالبطاقة الرمادية. وتحتوي هذه السيارة على محرك بنزين بسعة 1.1 لتر يولد قوة 69 حصان، وهي مجهزة ببعض الوسائل الراحة والأمان على غرار مكيف هوائي ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات USB ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونوافذ إلكترونية ومصابيح مضادة للضباب. للأسف الشديد سيارة كيوكيو هي الأرخص سعرا حاليا في السوق الجزائرية بالنسبة للسيارات الجديدة. وبالنسبة للسعر اشترط السمسار مبلغ 210 مليون سنتيم. سلام.